لا، نحن عندنا ما لا يقل عن ربع الحشد إلى ثلث هو من المكونات الأخرى غير الشيعية، على أساس مذاهب أخرى وأديان أخرى أو قوميات أخرى. موجود عندنا سنة، موجود عندنا بالأنبار بشكل كامل، موجود عندنا بصلاح الدين والموصل، والآن نحن عندنا حوارات لأن تتحول الحشد العشاري تحول إلى ألوية مثل الألوية اللي موجودة بالحشد، وأن تسلح بنفس الطريقة. في محافظة صلاح الدين ما كان عندنا حشد عشائري، كان عندنا حشد شعبي من الأخوة السنة أيضا نفسهم، لأن عندنا لوائين في صلاح الدين من الأخوة السنة في شرق دجلة وغرب دجلة. سنقوم بالموصل، بادرنا الآن بلشنا بتشكيل 3 ألوية الآن في الموصل، بدل أن يكون حشد عشائري سمينا حشد شعبي وألوية في الحشد الشعبي بعد إقرار القانون. طبعا أنا علاقتي بالشهيد عماد، الشهيد الكبير عماد، والشهيد مصطفى بدر الدين من بداية الثمانينات بالقرن الماضي، وعلاقة متينة وعملياتية. وأول من درب أول مجاميع جهادية عراقية معارضة في بداية الثمانينات من القرن الماضي كان عماد ومصطفى، وكما كان لهم دور أساسي في تنظيم خلايا المقاومة ضد الأمريكان في العراق. دربوا العراقيين هنا طبعا، دربوا العراقيين والخلايا الأولى للعراقيين، وأنا واحد منهم. بعد 2003 كان لهم دور أساسي، ولا زالوا أخوتهم وشبابهم يساعدون بشكل أساسي في التدريب ووضع الخطط، ولهم دور مهم جداً.